لا 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 انا غنربح ماشي هذيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا استاذ تبارك الله عليك. الاسم الكريم؟ الهاشمي بن احمد. هاشمي بن احمد مستشار. عضو مستشار الجامعه القرويه من 92. 92 حتى لدابا. سي احمد بغيناك تهضر لنا شويه على هذا المستوصف اللي رحنا فيه، هذا المركز الصحي. ايوا المركز الصحي الحمد لله. سمعنا بلي ما فيهش الماء. قضيه الماء ما كاينش تمام. دار الولاده ما كاينش، كاين النساء المراه اللي تزيد تولد. ما كاينش الماء باش غادي تولد بلا ما. واو درنا دار والطبيبه باش غادي تولد. درنا دار الولاده وردوها لنا دار الضياف. دار الضيافه. واو دار الضيافه هي داخل. ما بقاش دار الولاده. ردوها لنا جاه العامل اللي مشى ردها دار الضياف، وهي كانت دار الولاده. دار الضيافه فتحوا لها دار الضيافه. وشكون اللي يضيفها؟ ما فهمتش. واش يضيفوها الناس اللي يجوا من السلطه ولا يجوا يلحوا فيها هنايا الناس اللي يجوا يلحوا يجمعوا فيها. ودروك هاد الناس هذه مده 2003 والماء مقطوع. الماء ما كانش نهائيا. ما كانش الماء تماما. والممرض ساكن هنا بلا ماء والطبيبه هنا بلا ماء. جا الممرض هنا المره هنا يسكن الممرض، راه الماء مسكين ما كانش كي يدير غادي يسقي هذا الماء، ما كانش مين غادي يجيب هذا الماء. واش واحد الى قلعوا له الجماعه القرويه، الجماعه القرويه باش تعاون وتحمي المستوصف ديال الصحه، خص الجماعه تعاون شويه تحمي شويه وتسكر شويه. ولو وزير الصحه تا هو خصو يعاون شويه. دوك عندنا ما كانش الماء تماما. إذا ما كانش الماء ما كان والو، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما كانش الماء تماما لا هنا لا في المدرسه. لا في المدرسه شفناها في الجامعة. ولكن سيد دابا شفنا السيد الرئيس قال لك الماء غادي يكون في اسبوع. انت اللي كتعرفو قريب له، واش الرئيس غادي يكمل العهد ديالو ولا ما يكملش؟ ما باينش هادشي شحال معاهم حنا نقولوها. ودابا راه وعدنا قدام كاميرا وقدام الناس جاو من فرنسا اجانب راهم كانوا حاضرين وانتم حاضرين، قال لك اسبوع يكون الماء. الهضره كاينه والتنفيذ ما كاينش. اذا بهذه الكلمه غادي نقول لك اللقاء وتحيه جريده الجزائر. السلام عليكم. بارك الله عليك.